السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، وبدايتها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من فيروس كورونا. سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي يناقشان في اتصال هاتفي أوضاع أسواق الطاقة في العالم. وزارة الداخلية تعلن منع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة اعتبارا من اليوم. ووزارة الصحة تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي بلغ 1885 حالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا. وتم خلال الاتصال التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا. وقد عبر الأمير تشارلز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوها بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران. كما أشاد ولي عهد بريطانيا بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين. جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم. هذا وتود المملكة الإشارة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة أوبك بلس لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة من دول أوبك بلس، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع. وتدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك بلس ومجموعة من الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية. وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجبيل المحلل الاقتصادي فضل البعينين. أهلا بك أستاذ فضل. في البداية، هذه دعوة من المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك بلس ودول أخرى جاءت في ظروف استثنائية، يأتي ذلك استشعارا من المملكة بمكانتها وأيضا مسؤوليتها العالمية. كيف سيكون تأثير هذه الدعوة وأيضا الاجتماع على أسعار النفط، وكيف ترون الموقف الروسي في هذا الشأن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أعود أولا إلى البيان، وذكرت فيه المملكة إلى أنها سعت وحشدت التأييد من 22 دولة في أوبك بلس للوصول إلى اتفاق يجنب أسواق النفط ما حصل فيها مؤخرا من انهيار للأسعار، ولكن للأسف لم يكن هناك اتفاق خاصة من روسيا، وبالتالي اتخذت المملكة سياسة السوق المفتوحة اعتمادا على ما صدر من روسيا في ذلك الوقت. اليوم المملكة تدعو إلى اجتماع طارئ لأوبك بلس، وتستشعر حقيقة مسؤوليتها العالمية، حيث تعتبر المملكة بنك النفط المركزي العالمي، لذا تتعامل بمسؤولية مع ملف النفط وتأخذ في الاعتبار مصالح الجميع لا مصلحتها فحسب. وعندما أقول مصالح الجميع، فإن المملكة تنظر إلى مصلحة المنتجين والمستهلكين أيضا، ودائما ما تضع المملكة في معاييرها تحقيق التوازن الأمثل بما يساعد على دعم الاقتصاد العالمي ودون الإضرار بمصالح الدول المنتجة. نعم.
جميل أستاذ فضل، يعني الجميع تابع يعني خلال هذه الأزمة وأيضا هبوط الأسعار النفط كان هناك تأثر لشركات كثيرة في العالم. الآن دعوة المملكة في لهذا الاجتماع، وهو أيضا ينم عن سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي، وأيضا تقديرا لطلب الرئيس الأمريكي وأيضا الأصدقاء الأمريكيين لكي لا يحدث هناك ضرر يعم عدد من الشركات حول العالم، وهذا هو استشعار المملكة بمسؤوليتها الكبيرة في سوق النفط. حدثنا عن ذلك. طبعا دعني أيضا أشير إلى ما حدث اليوم في أسواق النفط بمجرد فقط الإعلان عن المحادثة الهاتفية بين سمو ولي العهد والرئيس ترامب، ودعوة ومن ثم دعوة المملكة لاجتماع طارئ، كان هناك ارتفاع كبير لأسعار النفط بلغت نسبتها تقريبا أعلى من 32%، بل أنها وصلت في سقفها الأعلى 40%. ولعلي أشير هنا إلى أن أكبر انخفاض لأسعار النفط في يوم واحد كان بعد أن قررت المملكة زيادة إنتاجها والتعامل مع سوق النفط وفق سياسة السوق المفتوحة. ثم أكبر ارتفاع لأسعار النفط في يوم واحد تشهده أيضا اليوم بعد أن قررت المملكة الدعوة لعقد هذا الاجتماع. المملكة تدعو لهذا الاجتماع من محورين أساسيين. المحور الأول إحساسها بالمسؤولية العالمية، وإحساسها أيضا بأهمية دعم الاقتصاد العالمي. والمحور الثاني وهذا مهم أيضا دعوة الرئيس ترامب وتدخله في هذا الموضوع، وهو لم يتدخل لأجل الدول المنتجة، ولكن يجب أن نشير إلى أن أكبر المتضررين في هذه الأزمة هي شركات النفط الصخري الذي أفلس بعضها لأسباب مرتبطة بانخفاض هذه الأسعار، وبالتالي جميل. المملكة تحاول أن تكون متوازنة مع الجميع وتحقق مصلحتها ومصلحة الاقتصاد العالمي والمنتجين أيضا. نعم أستاذ فضل، في عجالة نعلم أن مجموعة أوبك وأيضا أوبك بلس الولايات المتحدة خارج هذه المجموعة، هل سنشاهد بعد هذه الأزمة وهذا الاتصال تعاون بين الولايات المتحدة ومجموعة أوبك في شأن الإنتاج النفطي؟ أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت جزء من منظومة النفط العالمية، وبالتالي يجب أن يكون عليها التزامات كما على المملكة وروسيا ودول أوبك أيضا التزامات. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن منظومة متكاملة. نعم. يجب أن يكون التعاون الأمثل بينها لتحقيق التوازن في أسواق النفط. الإجابة نعم، أتوقع ذلك. نعم، إذن من الجبيل المحلل الاقتصادي فاضل البعينين، شكرا جزيلا لك. صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي. أولا، يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع التجول أو الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من تاريخ وحتى إشعار آخر. ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع. ثانيا، يسمح في أضيق نطاق لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه خلال الفترة من الساعة 6 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا. كما يسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة. وهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصا على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى. ثالثا، منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية. رابعا،
قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند ثانيا على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى. وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل. وأكدت الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة. كما دعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر اليومي عن تسجيل 165 حالة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1885 حالة في المملكة. بلغ إجمالي الحالات الجديدة المسجلة 165 حالة. هذه الحالات من بينها حالتين ارتبطتا بالسفر وحالات أخرى ارتبطت بالمخالطة الاجتماعية. في المملكة العربية السعودية توزعت الحالات في مجموعة من المدن: في مكة المكرمة 48 حالة، في المدينة 46 حالة، وفي جدة 30 حالة، في الخفجي 9 حالات، في الرياض 9 حالات، في خميس مشيط 6 حالات، في القطيف 5 حالات، في الدمام سجلت 4 حالات، وكذلك في الظهران أيضا 4 حالات، وفي أبها حالتين، بينما سجلت رأس النورة، الخبر، أحد رفيدة وبيشة حالة لكل من هذه المدن. بالتالي يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 1885 حالة، النشطة منها هي 1536 حالة، حيث تم تسجيل مجموعة من الحالات التي تعافت، وأيضا هنالك حالات لوفيات، ووصل إجمالي حالات الوفيات حتى الآن 21 حالة رحمهم الله جميعا، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي الجديدة 64 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 328 حالة بحمد الله. كما أعلن الدكتور العبد العالي عن إطلاق موقع إلكتروني يتيح للجميع الوصول إلى آخر التحديثات المتعلقة بفيروس كورونا في المملكة. نود أن نعلن للجميع بأن هذه الصفحة أمامكم متاحة على الإنترنت، ويستطيع الجميع أن يصل إليها، إلى التحديثات التي ستكون موجودة في المملكة العربية السعودية، وهي covid19.moh.gov.sa covid19.moh.gov.sa، وسيكون التحديث عليها بإذن الله بشكل دوري، بحيث تكون المعلومة متاحة للجميع ويسهل الوصول إليها في أي وقت. هذا وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في تصريح لأخبار السعودية حول كورونا أن المملكة في موقع أفضل بالمقارنة مع دول العالم، ولكن لا زال مبكرا الاطمئنان بأن هذه الجائحة في مرحلة التحكم. الحقيقة الأرقام اللي موجودة اليوم، كل العالم لم نصل إلى مرحلة نطمئن تماما من أن هذه الجائحة في مرحلة التحكم، لا زال الوقت مبكر جدا على ذلك. كل ما نستطيع أن نقوله أن المنحنى اليوم للمملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الجهود والقرارات والاحترازات والخطوات المبكرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية، جعلت المنحنى مقارنة بكثير من منحنيات الدول الأخرى في موقع أفضل. لكن هل سيستمر هذا المنحنى على هذا المنوال؟ هذا أمر مهم جدا ولازم نفكر فيه إذا التزمنا جميعا، وهذا ما نعول عليه، هذا ما نرجوه، أن نأمر من الله سبحانه وتعالى بمشيئته، ثم بالتزامنا جميعا كمواطنين كمقيمين في هذا البلد بأن نلتزم بالاحتياطات والاحترازات والتعليمات والسلوكيات الصحية المطلوبة، وبقائنا في منازلنا أطول وقت ممكن، والبعد عن الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وعدم وجود في تجمعات. كل ما تمسكنا بهذا نأمل من الله أن يبقى هذا المنحنى في مستويات جيدة، مستويات تكون مناسبة، مستويات لا تجعلنا لا قدر الله في حالة ارتفاعات مقلقة وخطيرة وإصابات عالية العدد. هذا ما نرجوه، وهذا ما نأمله، وهذا بإذن الله ما نعول عليه.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن القرار النهائي في هذه التدابير الاحترازية للحد من تفشي كورونا يتوقف دائما على مستوى الالتزام بها. نذكر بأن القرار النهائي في هذه التدابير الاحترازية يتوقف دائما على مستوى التزامنا بالعزل الصحي الذاتي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، حتى في الأوقات التي لا يشملها منع التجول واتخاذ التدابير الصحية الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة. نؤكد على استمرار جميع الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة بتطبيق كافة القرارات الخاصة بتنفيذ منع التجول وكذلك التنقل بين مناطق المملكة والمدن الخاصة التي تم الإعلان عنها، مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة. ولكن دورنا جزء من الكل، ويجب على الشخص بنفسه وعلى العائلة وعلى المجتمع أن يساند هذه الجهود. بثت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد موجهة لمختلف شرائح المجتمع وبعدة لغات بلغت 24 لغة. واشتملت الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره ومحاربة الشائعات عن كورونا وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون والجلوس في البيت وتجنب الزحام ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض كورونا. وتأتي هذه الخطوة تواصلا للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الصحة تزامنا مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار الوقاية من كورونا، إذ تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره. ساهمت أرامكو السعودية بمبلغ إجمالي قدره مليوني دولار أمريكي لصندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة السعودية لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا. وقال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة إبراهيم البوعينين إنه من المهم أن تستمر الشركات والأفراد خلال هذه الأوقات العصيبة في التضامن لمواجهة هذا الوباء، وأن هذه المبادرة تأتي استشعارا بالمسؤولية الوطنية ورغبة في مؤازرة جهود وزارة الصحة السعودية وتقديرا لعمل أبطال القطاع الصحي الذين يعملون على مدى الساعة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة. استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة المراجعين والمرضى، طبق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عند مداخله تقنية متطورة من الكاميرات الحرارية المزودة بخاصية التعرف على الوجه لقياس درجة حرارة 25 شخصا أو 25 شخصا في الثانية. وكان المستشفى قد قام بمجموعة من المبادرات، حيث فعل العيادة الافتراضية بالصوت والصورة لبعض المرضى ممن لديهم حالات تستدعي المتابعة المستمرة، وخدمة إيصال الأدوية للمستفيدين لمنازلهم دون الحاجة لحضورهم للمستشفى. كما أوقف العمل بالعيادات الخارجية وزيارة المرضى وضبط المداخل وتفعيل ملصقات ترك المسافة مع الآخرين وتقديم المواد التوعوية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجمارك السعودية تتمكن من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، أطلقت في منطقة القصيم حملة التبرع بالدم خليك حنا نجيك نتبرع بلا تجمع ولسد حاجة بنوك الدم بالمنطقة. خليك حنا نجيك حملة أطلقها سمو أمير القصيم لتبرع بلا تجمع، وذلك للتماشي مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد، وتلبية لحاجة مستشفيات المنطقة للتبرع بالدم. تأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من خلال الوصول للمتبرعين بأماكن تواجدهم مع مراعاة تطبيق سياسات ومعايير مكافحة العدوى المتبعة بوزارة الصحة. وحدات الدم المتنقلة والمجهزة بالكامل تكون حيث يكون المتبرع، ففي حال رغبته يكون التواصل من خلال قنوات التواصل المباشرة للحملة
والتي من خلالها يقدم المتبرع المعلومة التي تبين إمكانية قبوله صحياً كمتبرع من عدمها. خصصنا رقم معين للاتصال فيه، وكذلك خصصنا رابط للتسجيل بحيث يتم تسجيل عن طريق الرابط هذا في استبانة تبين أسئلة تبين مدى صلاحية أو لائقية المتبرع للتبرع بالدم من حيث الأسئلة. بعد ذلك يتم تصنيف المتبرع المسجلين حسب الأحياء وحسب المناطق وفرزهم. بعد ذلك يتم الاتصال بهم. دائما الوقت الحملة من الساعة 5 إلى الساعة 11 مساء، بحيث برضو نواكب فترة الحظر يكون المواطنين متواجدين في منازلهم فنصلهم بسرعة وسهولة. لأجل جسد ضمية عروقه ولأجل متبرع احترازا ووقاية، خليك حنا نجيك في تبرع بلا تجمع. لأخبار السعودية، سامي الشبرمي، بريدة. حثت مؤسسة النقد العربي السعودي جهات التمويل، البنوك والمصارف وشركات التمويل على تقديم خدماتهم لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة تمويل الإلكترونية المعتمدة منشآت، حيث أن من إيجابيات هذه البوابة فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت وتوفير الوقت والجهد، مما يساعد في رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد. يأتي ذلك انطلاقا من دور المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي واستراتيجية ساما الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب التعاون المستمر والمثمر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة. تمكنت الجمارك السعودية بالميناء الجاف في مدينة الرياض من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغ عددها أكثر من 2,500,000 حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة قادمة من تركيا. وأوضحت الجمارك أنه عند القيام بإجراءات التفتيش على الشحنة من خلال الوسائل الآلية والحية عثر على تلك الكمية مخبأة في تجاويف داخل الألواح أعدت بطريقة فنية لغرض التهريب. وجرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وعددهم 4 أشخاص، حيث ضبطوا جميعا داخل المملكة. سجل تطبيق برنامج سكني تضاعفا في أعداد المستفيدين من الخدمات والحلول المتنوعة التي يتيحها، محققا أرقاما قياسية خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تجاوز متوسط العمليات اليومية في التطبيق أكثر من 2000 عملية مختلفة، كما بلغ إجمالي عدد متصفحي المشاريع المتاحة للحجز عبر التطبيق أكثر من 57,700 زيارة. وأوضح سكني أن البرنامج مستمر في تقديم خدماته للأسر الراغبة في التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها على مدار الساعة عبر قنواته ومنصاته المختلفة، دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة. كما يتيح تطبيق سكني التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا للأسر التي ينطبق عليها شروط الدعم السكني. أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد قد يسبب الوفاة حتى لصغار السن والشباب، وذلك بعد أن أودى بحياة ضحايا في صفوف الأطفال والمراهقين في عدة دول. وقال المدير العام للمنظمة في أوروبا هانس كلوغا بأن العمر ليس عامل وقائي من خطر كورونا، مشددا على ضرورة تقيد الجميع بالتعليمات الصحية. وبين هانس أن 10-15% من الأشخاص دون سن 50 يعانون من إصابة معتدلة إلى خطرة جراء الفيروس. ويأتي هذا التصريح إثر تسجيل حالات حرجة لدى مراهقين وبالغين في سن الشباب، الأمر الذي أودى بحياة عدد منهم في أوروبا. وكانت الضحية الأصغر طفلة في 12 توفيت في بلجيكا، فيما توفي رضيع يبلغ 6 أسابيع بعد إصابته بالفيروس في الولايات المتحدة.
توقعت الأمم المتحدة ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة تصل إلى 1% في العام الحالي بسبب جائحة كورونا، كما توقعت انكماشا أكثر إذا تم تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية من دون استجابات مالية كافية. وفي دراسة لها نشرتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية قالت الأمم المتحدة إن ملايين العمال معرضون لخطر فقدان وظائفهم، فيما تغلق نحو 100 دولة حدودها الوطنية، وقد يترجم ذلك إلى انكماش اقتصادي عالمي بحلول نهاية عام 2020، إذ ما فشلت الحكومة في دعم الدخل وتعزيز رفع إنفاق المستهلكين. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الزميل محمد الوهيبي. مساء الخير محمد، ما هي أبرز ما لديكم من ملفات اليوم في مجمل القول؟ حياك الله أحمد وسادة المشاهدين الكرام. ربما اليوم يكون يوم استثنائي في مسار أزمة كورونا، حيث أن أعداد المصابين قد وصل إلى 1,000,000 إصابة. سيكون نقاشنا في هذه الحلقة حول مسارات الأزمة وحول ما هو مصير العالم في هذه الأثناء. أدعوك والسادة المشاهدين للمتابعة. شكرا لك محمد، وأيضا أنتم أعزائنا المشاهدين ندعوكم لمتابعة برنامج مجمل القول مباشرة بعد ختام هذه النشرة. إذن نشرتنا انتهت، ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من فيروس كورونا. سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي يناقشان في اتصال هاتفي أوضاع أسواق الطاقة في العالم. وزارة الداخلية تعلن منع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة اعتبارا من اليوم. ووزارة الصحة تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي بلغ 1,885 حالة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ولسلامتكم ابقوا في منازلكم، فذلك هو سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس كورونا. في أمان الله.